السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني. وهنتكلم النهاردة مع بعض إن شاء الله في مادة الدوائر الإلكترونية، وما زلنا في درس المكبرات. طبعا الباب بيتكلم على دوائر المكبرات بالتفصيل، فإحنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت تعرفنا مع بعض يعني ايه دوائر المكبرات وطرق تصنيف المكبرات والمواصفات الفنية لدوائر المكبرات. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض بقى على طرق عمل الانحياز للمكبرات. في عندي طبعا طريقتين اساسيين، في طريقة اسمها الانحياز الثابت والطريقة التانية اسمها الانحياز الذاتي. الاول يعني ايه كلمة الانحياز عشان نبقى عارفين؟ احنا عارفين طبعا الترانزستور وهو العنصر الاساسي طبعا في دايره المكبر. الترانزستور دوت علشان يشتغل لازم اوفر له جهود انحياز. الجهود ديت علشان تشغل الترانزستور بيبقى فيه جهد انحياز امامي بيتوصل لدايره القاعده والمشاع، وجهد انحياز عكسي بيتوصل لدايره مين؟ المجمع. طيب دلوقتي جهود الانحياز اللي احنا هنوصلها للترانزستور في طرق مختلفة. طريقة منهم زي ما قلنا اسمها الانحياز الثابت، ويمكن الطريقة دي فيها عيب وهنقوله مع بعض دلوقتي. علشان كده بنستخدم طريقة أفضل لعمل الانحياز وهي الانحياز الذاتي. طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة، وعندي طرق الحصول على انحيازات الترانزستور. الطريقة الأولى الانحياز الثابت، والطريقة الثانية الانحياز الذاتي. طيب يعني إيه الانحياز الثابت؟ زي ما احنا شايفين الدايرة البسيطة اللي قدامنا دي دايرة مكبر ترانزستور موصل بطريقة المشاع المشترك. المقاومة R واحد هنا ناخد بالنا موصلة مباشرة بين مين ومين بقى؟ بين القاعدة وبين مين؟ جهد الانحياز الايه؟ العكسي اللي هو جهد البطارية الـ VCC. يبقى متوصلة ما بين القاعدة وما بين مين؟ وما بين جهد البطارية اللي هو الـ VCC. طيب جهد الانحياز الامامي المطلوب بيبقى هو طبعا الجهد اللي على ايه؟ طرف القاعده، ما بين القاعده والايه؟ والمشاع. طيب عندي المقاومه ار ال اللي هي مقاومه الحمل، دي زي ما احنا شايفين متصله ما بين طرف المجمع وما بين مين؟ ها طرف البطاريه اللي هو الفي سي سي. المقاومه دي طبعا بتقوم بتوفير جهد الانحياز العكسي لمين؟ لمجمع الترانزستور. طبعا الطريقه ديت بيبقى فيها عيوب، وعلشان كده بنستخدم طريقه تانية افضل منها اللي هي الانحياز الذاتي. الانحياز الثابت زي ما قلنا بتوصل المقاومه ار واحد بين القاعده وجهد المجمع العكسي اللي هو الفي سي سي اللي هو جهد البطاريه. الجهد المفقود خلال المقاومه ار واحد مضاد لجهد البطاريه، علشان كده جهد الانحياز الامامي الموجب بيبقى عباره عن الفرق بين جهد الانحياز العكسي اللي هو جهد البطارية والجهد خلال المقاومة R واحد. طيب عندي طريقة الانحياز الثابت طريقة غير مرضية لعمل الانحياز، يعني فيها عيوب. ليه بقى؟ لأنه يصعب الحصول أو المحافظة على قيمة ثابتة لتيار القاعدة بسبب الاختلافات الموجودة بين ترانزستور وآخر، وكذلك بسبب حساسية الترانزستور لتغيرات درجة الحرارة. يعني معناها لو الترانزستور سخن بسبب ايه؟ احنا عارفين طبعا ان الترانزستور لما يمر فيه تيار كهربي زيه زي اي عنصر من العناصر الكهربية، نتيجة لمرور التيار الكهربي طبعا بترتفع درجة حرارته، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيمر فيه تيار اكبر فالترانزستور يسخن اكتر، فيمر فيه تيار اكتر في القاعده، وبالتالي تيار الخارج اللي هو تيار المجمع يزيد اكتر، فالترانزستور يسخن اكتر ويتحرق، يتعرض للتلف. فيبقى الطريقه ديت لعمل الانحياز طريقه غير مرضيه لعمل الانحياز. ليه؟ لانه يصعب الحصول على تيار قاعده ذو قيمه ايه؟ محدده. وزي ما قلنا بسبب ايه؟ بسبب الاختلافات الموجوده بين ترانزستور واخر. يعني لو الترانزستور اللي موجود في الدايره انا استبدلته وجبت ترانزستور اخر وركبته مكانه، هل الترانزستور الثاني حتى لو نفس النوع هل هو صورة طبق الأصل منه؟ طبعا لا، لازم يبقى فيه اختلافات بسيطة بين ترانزستور وإيه؟ وآخر،
لان المصنع طبعا اللي بيصنع العناصر ديت لازم يبقى فيه نسبة تفاوت بين كل عنصر والتاني. طب دي حاجة. تاني حاجة ايه؟ حساسية الترانزستور لتغيرات درجة الحرارة زي ما قلنا. يعني لو التيار الكهربي بيمر في الترانزستور هيسخن، وبالتالي يمر في تيار اكبر فيسخن اكتر فيتحرق. يبقى الطريقة ديت غير مرضية لعمل الانحياز. علشان كده بقى بنستخدم الطريقة التانية الافضل اللي هي اسمها ايه؟ الانحياز الذاتي. تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة ونعرف مع بعض يعني ايه الانحياز الذاتي. طبعا الدايرة اللي قدامي دايرة ايه؟ ترانزستور، برضو موصل بطريقة المشاع المشترك. لكن نلاحظ هنا ايه بقى؟ المقاومة ار واحد احنا وصلناها المرة دي بين قاعدة ومجمع الترانزستور مباشرة. لكن في الدايرة اللي فاتت في الانحياز الثابت كانت المقاومة ار واحد متوصلة فوق مع مين؟ مع جهد البطارية. طب المقاومة ار واحد دي بالشكل ده هي هتعمل ايه؟ بتوصل تغذية عكسية سالبة لمين؟ لقاعدة الترانزستور، وبالتالي بتحافظ على استقرار نقطة التشغيل وتحافظ على الترانزستور من ارتفاع درجة الحرارة. طب الكلام ده يتم ازاي؟ عندي بنقول يستخدم الانحياز الذاتي لتلافي عيوب الانحياز الثابت. الترانزستور هنا اللي موجود في الدايرة ان بي ان موصل بطريقة المشاع المشترك، وفيه بتوصل المقاومة ار واحد مباشرة بين القاعدة والمجمع، فهي بكده بتساعد على استقرار نقطة التشغيل بإدخال تغذية خلفية سالبة. ليه بقى؟ لأن أي زيادة أو نقص في تيار المجمع يترتب عليه زيادة أو نقص مناظر في تيار القاعدة، وبذلك بتمنع الانحراف عن نقطة التشغيل نتيجة ارتفاع درجة إيه؟ الحرارة. يعني لو درجة الحرارة زادت طبعا المفروض تيار المجمع إيه؟ يزيد. فالمقاومة اللي هي ار واحد دي زي ما قلنا ان هي بتوصل ايه؟ جهد انحياز ايه؟ عكسي او سالب يعني لقاعدة الترانزستور. فبالتالي جهد الانحياز الامامي هنا اللي رايح للقاعدة هيحصل له ايه؟ جهد الانحياز الامامي هيقل. فبالتالي تيار الخارج اللي هو تيار المجمع بدل ما الترانزستور كان سخن والتيار هيزيد، لا ده في الحالة ديت ايه؟ هيقل. ويمنع الانحراف عن نقطة ايه؟ التشغيل. طيب عندي بنقول كده ايه؟ عند ارتفاع درجة الحرارة يزيد تيار المجمع، فيزيد الجهد المفقود خلال مقاومة الحمل، فيقل جهد المجمع، وبالتالي يقل الانحياز الامامي، ويوازن الارتفاع في درجة الحرارة. شوف تاني بنقول عند ارتفاع درجة الحرارة هيزيد تيار المجمع، فيزيد الجهد المفقود خلال مقاومة الحمل RL اللي هي المقاومة اللي كانت متوصلة مع مجمع الترانزستور. لما الجهد عليها يزيد فبالتالي جهد المجمع بقى اللي هو اللي تحت المقاومة يعني RL هيقل، جهد المجمع بتاع الترانزستور هيقل، وبالتالي يقل جهد الانحياز الأمامي. ليه؟ لأن جهد الانحياز الأمامي متوصل عن طريق مين؟ المقاومة R1 اللي هي واخدة من مجمع الترانزستور مباشرة إلى طرف القاعدة. لما جهد المجمع يقل فبالتالي جهد الانحياز الأمامي للقاعدة هيقل، ويوازن الارتفاع في درجة الحرارة. طيب النقطة الثانية هنقول العكس بقى، إذا قل تيار المجمع فهيقل الجهد المفقود خلال مقاومة الحمل RL ويزيد جهد المجمع، وبالتالي يزيد الانحياز الأمامي. في طريقة شائعة للحصول على الانحياز الذاتي زي ما احنا شايفين قدامنا كده على الشاشة. طبعا ترانزستور هنا موصل بطريقة المشاع المشترك برضو، ولكن نلاحظ ايه بقى؟ ان في عندي مجزئ للجهد متوصل مع مين؟ مع قاعدة الترانزستور. مجزئ الجهد ده عبارة عن المقاومتين R1 وR2، وده بيجزأ طبعا الايه؟ الجهد، خلاص اللي هو جهد البطارية. طيب المقاومة طبعا R1 بتبقى قيمتها كبيرة عشان بتوصل جهد عكسي لمين؟ للقاعدة، وجهدها بيكون ايه؟ كبير. طيب المقاومة R2 بتكون قيمتها صغيرة. ليه؟ علشان جهد الانحياز الأمامي المطلوب بيكون هو اللي متوصل ما بين مين ومين؟ ما بين طرف القاعدة وما بين طرف الايه؟ المشاع. يعني الطرفين بتوع المقاومة R2. علشان كده المقاومة R1 جهدها بيكون كبير وقيمتها بتكون أكبر من المقاومة R2.
عدة مرات، ممكن توصل لعشر مرات أو إيه أو أكتر. في عندي مقاومة تانية اللي هي RL، مقاومة الحمل. المقاومة ديت زي ما احنا شايفين متوصلة مع مين؟ مع طرف المجمع للترانزستور. وفايدتها إيه؟ إنها بتقوم بتوصيل جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور. يبقى كده في جهد انحياز عكسي متوصل لمجمع الترانزستور عن طريق مقاومة الحمل RL، وفي جهد انحياز أمامي هيتوصل لقاعدة الترانزستور عن طريق مجزئ الجهد R1 وR2. في عندي بقى مقاومة كمان متوصلة مع طرف المشاع اللي هي اسمها RE. طيب المقاومة دي فايدتها ايه؟ انها بتوفر الاستقرار الحراري للترانزستور. متوصل معاها او على التوازي معاها مكثف، المكثف دوت اسمه CE. طب المكثف ده ايه الغرض منه؟ انه بيقوم بتسريب الاشارات الغير مرغوب فيها اللي هي الاشارات المتغيره، بيقوم بتسريبها ايه؟ للارض. وبكده يتم تثبيت جهد الانحياز الامامي. يبقى عندي المقاومتين R1 وR2 يعملان كمقسم لجهد البطاريه، حيث يظهر على المقاومه R1 جهد انحياز عكسي بين المجمع والقاعده وهو كبير نسبيا، بينما يظهر خلال المقاومه R2 جهد انحياز امامي اللي هو الجهد المطلوب بين المشاع والقاعده وهو صغير نسبيا. لذلك قيمه المقاومه R1 بتكون اكبر من المقاومه R2 بمقدار 10 مرات تقريبا. اما المقاومه RE اللي هي كانت متوصله مع طرف المشاع تحت، بتستخدم لعمل استقرار ضد تغير درجه ايه؟ الحراره، او استبدال الترانزستور باخر جديد، لان جهدها مضاد لجهد الانحياز الامامي. المكثف بقى سي اي ده بيتوصل على التوازي مع المقاومه ار اي لتثبيت جهد الانحياز الامامي. ليه؟ لانه بيقوم بتسريب الاشاره المتغيره الغير مرغوب فيها للارض. طيب مراتب تشغيل المكبرات يمكن كنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، تعالوا نبص كده على شكل الموجات لكل نوع من انواع المكبرات على حسب مرتبه التشغيل. فاول نوع معايا اللي هو كلاس A. زي ما قلنا قبل كده ان المكبر اللي بيعمل بدرجه كلاس A بيقوم بتكبير الاشاره كامله، يعني 360 درجه. فزي ما احنا شايفين كده اشاره الدخل هنا اهي اللي انا بشاور عليها دي، نص موجب ونص ايه؟ سالب. طيب الاشاره ديت لما تدخل للمكبر ناخد بالنا بقى ان هنا بيتم تحديد نقطة التشغيل اللي هي عن طريق انحيازات الترانزستور، بحيث ان الترانزستور ده يقوم بتكبير الاشارة كاملة اللي هي 360 درجة زي ما احنا شايفين. فالاشارة هنا هتدخل النص الموجب والنص السالب، يتم تكبيرها واحصل عليها مكبرة في الخارج بنفس شكل اشارة ايه؟ الدخل. طيب النوع الثاني مكبرات بتعمل بدرجة كلاس بي. هنا بقى بيتم تحديد جهود الانحياز للترانزستور بحيث ان نقطة التشغيل او نقطة الانحياز هنا للترانزستور بحيث تسمح بس بمرور تيار في الترانزستور خلال نصف الموجة بس، نصف الايه؟ الموجة. طب والنص الثاني السالب لا مش هيمر تيار، يبقى هنا الترانزستور هيقوم بتكبير ايه؟ بتكبير نصف الموجة بس اللي هو 180 درجة من الإشارة. علشان كده المكبرات ديت بتستخدم طبعا في نوع معين من المكبرات اسمها مكبرات الايه؟ الدفع والجذب. بستخدم نوع اتنين ترانزستور، وكل ترانزستور منهم يبقى مسؤول عن تكبير نصف موجة، فترانزستور يكبر النصف الموجب وترانزستور اخر علشان يكبر النصف الايه؟ السالب. يبقى زي ما احنا شايفين كده اشارة الدخل كانت موجة كاملة، لكن اللي خرجت هنا ايه؟ في اشارة الخارج اهي النصف بس، نصف الموجة بس. علشان كده بنقول ان المكبرات ديت بتعمل بدرجة كلاس بي، يعني بتكبر نصف الموجة فقط. النوع بقى الثالث كانت مكبرات كلاس اي بي، وهنا بيتم تحديد نقطة تشغيل الترانزستور عن طريق انحيازات الترانزستور برضو، عن بحيث ايه؟ بحيث ان يمر تيار المجمع في ترانزستور يعني خلال ايه؟ النصف الموجب
ها وجزء من النصف الايه السالب زي ما احنا شايفين، يعني معناه اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه. فبالتالي هنا اشاره الخارج هتبقى عباره عن ايه؟ النصف الموجب اهو تم تكبيره وجزء صغير من النص السالب. برضو المكبرات ديت اللي بتعمل بدرجه كلاس بي كلاس اي بي بتستخدم في نوع معين من المكبرات اسمها مكبرات الدفع والايه والجذب التتابعيه، بحيث ان احنا نستخدم برضو 2 ترانزستور، واحد منهم يبقى مسؤول عن تكبير النصف الموجب والترانزستور الثاني يكون مسؤول عن تكبير النصف السالب. عندي مكبرات كلاس سي، طبعا المكبرات ديت بيتم تحديد برضو نقطة تشغيل الترانزستور أو نقطة الانحياز عن طريق إيه؟ جهود الانحياز للترانزستور، بحيث إنه يمر تيار الخارج. إمتى بقى؟ التيار هنا هيمر في أقل من نصف الموجة، يعني إيه؟ أكبر من الصفر وأقل من 180 درجة. وبالتالي زي ما إحنا شايفين كده إشارة الخارج هنا بتبقى كأنها زي الإيه؟ زي النبضة، أقل من نصف الموجة. ويمكن المكبرات ديت يعني بتستخدم في مكبرات التردد العالي ودوائر المذبذبات. عندي بقى طرق ربط المكبرات. يعني ايه طرق ربط المكبرات؟ المكبرات طبعا يمكن زي ما احنا قلنا ان في معظم اجهزة الارسال واجهزة الاستقبال بنحتاج الى تكبير الاشارات الى قيمة معينة، وطبعا مرحلة واحدة من مراحل التكبير ممكن ما تدينيش نسبة التكبير المطلوبة، فبالتالي إن أنا بستخدم مراحل متعددة من المكبرات، بحيث إن المرحلة الأولى تكبر الإشارة بقيمة معينة، وبعدين تسلمها للمرحلة الثانية اللي هو دايرة التكبير الثانية، فتقوم بمضاعفة عملية التكبير، وبعدين ممكن يكون في مرحلة ثالثة تقوم برضو بمضاعفة عملية التكبير لحد ما أوصل للقيمة المطلوبة لإشارة الخارج. طيب هنا بقى مراحل التكبير ديت لما أجي أوصلها ببعض هوصلها إزاي؟ في طرق مختلفة بقى اللي إحنا بنقول عليها إيه؟ طرق ربط المكبرات. هيبقى في عندي طريقة اسمها الربط باستخدام مقاومة ومكثف، والطريقة التانية الربط باستخدام المحول، والطريقة التالتة الربط المباشر. يعني معناها إيه؟ يعني معناها إن إشارة الخارج من المرحلة الأولى، يعني الترانزستور الأولاني اللي هيقوم بتكبير الإشارة، إشارة الخارج بتاعته هوصلها إزاي لدخل المرحلة التانية، يعني لدخل الترانزستور التاني، يا إما أوصلها عن طريق مكثف وتبقى ديت الطريقة الأولى اللي هي الربط بمقاومة ومكثف، أو إن أنا أوصلها عن طريق محول، يعني ملف ابتدائي وملف إيه ثانوي، وديت تبقى الطريقة التانية، يا إما إن أنا أوصلها مباشرة، يعني إيه؟ سلكة بتتوصل من خارج الترانزستور الأول وتتوصل بداخل الترانزستور التاني، يعني لا في مكثف ولا في إيه؟ محول، ودي بنسميها طريقة الربط الإيه؟ المباشر. طبعًا كل طريقة منهم وليها استخدامات، ليها مميزات، وليها عيوب. تعالوا نشوف مع بعض كده أول طريقة. بنقول طبعًا طرق ربط المكبرات للحصول على تكبير أعلى يمكن استخدام مرحلتين تكبير أو أكتر، وبيكون التكبير الكلي عبارة عن حاصل ضرب تكبير المرحلتين. يعني المرحلة الأولى لو نسبة التكبير بتاعتها مثلا 10، يعني تكبر الإشارة 10 مرات أو 10 أضعاف. طيب والمرحلة الثانية من المكبرات نسبة التكبير بتاعتها وليكن مثلا 20، يبقى هنا نسبة التكبير الكلية هتكون كام؟ احنا قلنا المرحلة الأولى نسبة تكبيرها 10، المرحلة التانية نسبة تكبيرها إيه؟ 20. أوعى حد يقول كده نسبة التكبير تبقى 30، لا احنا مش بنجمع، احنا بنضرب نسبة تكبير المرحلة الأولى في نسبة تكبير المرحلة الإيه؟ التانية. يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها هنا إن نسبة التكبير هتساوي 10 في 20. خلاص؟ 10 في 20 تبقى بكام؟ تبقى 200. يبقى هنا التكبير الكلي لدايرة المكبر هتبقى 200. يعني ايه 200؟ يعني تكبر الإشارة 200 ضعف. طيب تنقسم طرق ربط المكبرات لثلاث أنواع أو ثلاث طرق، زي ما قلنا الربط باستخدام مقاومة ومكثف،
الطريقة الثانية الربط بمحول، الطريقة الثالثة الربط المباشر. طيب تعالوا نشوف كده أول طريقة اللي هي الربط باستخدام مقاومة ومكثف. عندي طبعا زي ما احنا شايفين الدايرة اللي قدامي دي عبارة عن إيه؟ ده دايرة مكبر ترانزستور، ولو خدنا بالنا ها لو خبينا كده النص اللي على اليمين دوت ها وبصوا على نص الدايرة اللي على اليسار، مش دي اللي احنا شرحناها من شوية؟ وقلنا إن الدايرة ديت بتكون طريقة شائعة للحصول على الانحياز الذاتي. زي ما احنا شايفين كده ادي الترانزستور موصل بطريقة المشع المشترك، وفي هنا مقاومتين ار واحد وار اتنين، المقاومتين دول مجزء جهد لتوفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة ايه؟ الترانزستور. والمكثف سي واحد ده مكثف الدخل علشان يمرر اشارة الدخل الى قاعدة الترانزستور. المقاومة ار ال فوق، المقاومة دي بتوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور، وتحت المقاومة ار 3 لتوفير الاستقرار الحراري للترانزستور. طيب والمكثف سي 2، المكثف دوت بيقوم بتسريب جهد الاشارة طبعا او الترددات العالية الاشارات الغير مرغوب فيها للارض، وتثبيت جهد الانحياز الامامي. لو لاحظنا كده هنلاقي ايه؟ النص ده هو زي النص اللي على اليمين بالظبط، يعني معناها العناصر اللي موجودة في دايرة المكبر المرحلة اللي هو اللي على اليسار دي ها اللي بتقوم بنفس الوظيفة برضو للعناصر اللي موجودة على ايه؟ في دايرة المكبر اللي هو تي ار 2 اللي على اليمين. بيتم الربط بينهم ازاي؟ عن طريق المكثف سي اللي هو مكثف الربط. يبقى احنا لو جينا بقى كده نقول المكونات كده بالتفصيل تاني مرة واحدة، فنقول ايه؟ عندي الترانزستورين تي ار 1 وتي ار 2 موصل نوعهم ان بي ان وموصلان بطريقه المشع المشترك. المقاومتين ار 1 وار 2 لتوفير جهد الانحياز الامامي لمين؟ لقاعده الترانزستور تي ار 1، وكذلك زيهم بقى مين؟ المقاومتين ار 4 وار 5 بيوفروا جهد الانحياز الامامي لقاعده الترانزستور الثاني اللي هو تي ار 2. طيب عندي مقاومه الحمل اللي هي ار ال 1 بتوفر طبعا جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور تي ار 1 ها، وبالمثل مين؟ المقاومه ار ال 2 دي برضو بتوفر جهد الانحياز العكسي لمين بقى؟ لمجمع الترانزستور تي ار 2. المقاومه ار 3 والمقاومه ار 6 دول بيوفروا الاستقرار الحراري للترانزستورين. المكثف سي 2 والمكثف سي 3 طبعا لتسريب الإشارات الغير مرغوب فيها للأرض وتثبيت جهد الانحياز الأمامي. طيب كده قلنا المكونات بتاعة الدايرة اهو، فاضل مين بقى؟ شايفين مكثف الربط اللي هو سي؟ المكثف ده بقى فايدته إيه؟ إنه يقوم بتوصيل إشارة الخارج المرحلة الأولى إلى دخل المرحلة الإيه؟ التانية لمضاعفة عملية التكبير. وزي ما إحنا شايفين إشارة الدخل هنا كانت إشارة إيه؟ ضعيفة. تم تكبيرها طبعا في المرحلة الأولى. وفاكرين لما قلنا الترانزستور بيقوم بعمل اختلاف في زاوية الوجه 180 درجة؟ يعني الترانزستور الأولاني هيكبر الإشارة دي ويعكسها. فالمفروض هنا الإشارة تبقى خارجة إيه؟ النص السالب الأول وبعدين النص الموجب. طيب الإشارة دي هتدخل للترانزستور الثاني، فيقوم بمضاعفة عملية التكبير، يعني يكبرها مرة كمان ويعكسها تاني 180 درجة برضه. فبالتالي زي ما احنا شايفين بقى الإشارة الناتجة هنا هتبقى إيه؟ النص الموجب الأول وبعد كده النص الإيه؟ السالب. يعني رجعها تاني زي إشارة الإيه؟ الدخل. آدي المكونات بتاعة الدايرة، الترانزستورين تي آر 1 وتي آر 2 نوعهم إن بي إن وموصلان بطريقة المشع المشترك. المقاومتين آر 1 وآر 2 مجزئ جهد لتوفير الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزستور تي آر 1، وكذلك المقاومتين ار 4 وار 5 لتوفير الانحياز الامامي لقاعده الترانزستور تي ار 2. المقاومه ار 3 اللي كانت متوصله تحت مع مشع الترانزستور للمحافظه على الاستقرار الحراري للترانزستور تي ار 1، والمكثف سي 2 لتثبيت جهد الانحياز الامامي وتمرير التيار المتغير الاشارات الغير مرغوب فيها يعني للارض، وكذلك المقاومه ار 6 والمكثف سي 3 بيقوموا بنفس الوظيفة للترانزستور تي ار 2.
مقاومة الحمل RL1، طبعا المقاومة دي بتقوم بتوصيل الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور TR1، وبيؤخذ الخارج المكبر من على طرفيها. وكذلك المقاومة RL2 تقوم بنفس الوظيفة برضو، يعني بتوفر جهد الانحياز العكسي للترانزستور TR2. في مكثف الربط بقى زي ما احنا قلنا، اللي هو اللي في النص، المكثف دوت بيقوم بتمرير الإشارة المكبرة من خارج المرحلة الأولى وتوصيلها إلى داخل المرحلة التالية، ويمنع وصول الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور TR1، بيمنعه من الوصول إلى قاعدة الترانزستور TR2. طريقة عمل الدايرة طبعا بسيطة جدا، بنقول عند توصيل إشارة الدخل المراد تكبيرها إلى قاعدة الترانزستور TR1 عن طريق المكثف C1، إيه اللي هيحصل؟ يتغير جهد الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزستور بالزيادة أو النقصان، فبالتالي يتغير تيار المجمع وفقا للتغير في جهد الانحياز الأمامي، وبذلك نحصل من على طرفي مقاومة الحمل على خرج مكبر مشابه لإشارة الدخل ومعاكس لها في الوجه بمقدار 180 درجة. طيب الإشارة بقى اللي تم تكبيرها دي، بيتم تمرير الإشارة المكبرة إلى داخل المرحلة التالية عن طريق مكثف الربط اللي هو C لمضاعفة عملية التكبير، والحصول على تكبير يساوي حاصل ضرب كسب المرحلتين زي ما احنا قلنا من شوية، يعني نسبة التكبير الكلية تساوي ايه؟ حاصل ضرب نسبة التكبير للمرحلتين. ايه مميزات الربط باستخدام المقاومة والمكثف؟ طبعا اول حاجة بنقول زي ما احنا شفنا المكونات بتاعت الدايرة كلها طبعا عبارة عن ايه؟ مقاومات ومكثفات حجمها صغير، فبالتالي الدايرة هنا، دايرة المكبر اللي هنستخدم فيها طريقة الربط باستخدام مقاومة ومكثف، هتمتاز بايه؟ صغر الحجم وقلة التكلفة. طيب وفي ميزة كمان بنقول ايه؟ الحصول على استجابة ترددية افضل، الحصول على استجابة ترددية ايه؟ افضل. وكمان المكبرات ده هي اللي بيستخدم فيها الربط باستخدام مقاومة ومكثف، بتستخدم في المكبرات الصوتية ذات الأداء الايه؟ المنخفض الشوشرة، يعني نسبة الشوشرة فيها هتكون ايه؟ اقل. تعالوا نرجع تاني ونقول كده مميزات الربط باستخدام المقاومة والمكثف: صغر حجم الدايرة وقلة التكلفة، تاني حاجة الحصول على استجابة ترددية أفضل، تالت حاجة تستخدم في مكبرات التردد الصوتي المنخفض المستوى والمنخفض الشوشرة. طيب إيه عيوبها؟ أول حاجة الحصول على كسب منخفض، يعني نسبة التكبير بتاعتها هتكون إيه؟ قليلة شوية. وتاني عيب لا تصلح للاستخدام في الترددات العالية. طبعا في طريقة تانية بقى للربط اللي هي اسمها الربط بواسطة ايه؟ محول. لو خدنا بالنا هنلاقي برضو ان دول مرحلتين تكبير، يعني زي الدايرة اللي فاتت بالظبط، ولكن بقى احنا طبعا غيرنا هنا طريقة الربط، بدل ما كان في مقاومة اللي هي مقاومة الحمل متوصلة مع مجمع الترانزستور فوق، لا شلناها وحطينا مكانها ايه؟ محول. الملف الابتدائي بتاعه هو اللي متوصل مكان مقاومة الحمل علشان يوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور. طب الملف الثانوي متوصل مع مين؟ مع قاعدة الترانزستور TR2. يبقى علشان ينقل الإشارة اللي هيتم تكبيرها من المرحلة الأولى ويوصلها إلى داخل المرحلة الإيه؟ التانية. يبقى كده أنا هستخدم هنا المحول T1، المحول ده محول إيه؟ ربط، علشان يوصل إشارة الخارج المكبرة من المرحلة الأولى إلى داخل المرحلة الإيه؟ التانية لمضاعفة عملية التكبير. طيب تعالوا نشوف المكونات كده واحدة واحدة. عندي أول حاجة المحول T1 هو محول خفض، يقوم بالربط بين خارج المرحلة الأولى وداخل المرحلة التانية. طيب الملف الابتدائي للمحول ده يعمل على توصيل الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور، ورغم انه بيخفض الجهد لانه محول خفض، الا انه بيرفع التيار اللازم لتشغيل الترانزستور، لان زي ما احنا عارفين ان الترانزستور بيعمل
عن طريق مين؟ تيار القاعدة. يعني تيار القاعدة هو اللي بيتحكم في تيار المجمع، وبالتالي المحول اللي احنا هنستخدمه محول خفض، يعني بيخفض الجهد ولكن بيرفع التيار. وطالما بيرفع التيار يبقى معنى كده ان التيار اللي رايح لقاعدة الترانزستور هيزيد، فبالتالي نسبة التكبير بتاعة الترانزستور هتزيد. طريقة عمل الدايرة: عند توصيل إشارة الدخل المراد تكبيرها إلى قاعدة الترانزستور تي ار 1، يتغير جهد الانحياز الأمامي للقاعدة بالزيادة أو النقصان. طيب إيه اللي هيحصل؟ فيتغير تيار المجمع وفقا للتغير في جهد الانحياز الأمامي. يبقى طالما جهد الانحياز الأمامي للقاعدة اتغير، زاد أو قل، فإيه اللي هيحصل؟ تيار المجمع برضه بيتغير، يعني يزيد ويقل، وبذلك بنحصل على خرج مكبر في الملف الابتدائي للمحول تي 1 الذي ينتقل إلى الملف الثانوي مكبرا مرة أخرى عن طريق الحث المتبادل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي، ثم يمرر إلى قاعدة الترانزستور تي ار 2 لمضاعفة عملية التكبير. يبقى الإشارة اللي تم تكبيرها في المرحلة الأولى دي هتتوصل إلى دخل المرحلة الإيه؟ التانية، يعني تتوصل لقاعدة الترانزستور التاني علشان يضاعف عملية التكبير. مميزات الربط باستخدام المحول: أول حاجة بنقول محول الربط بيقوم بعمل توافق بين ممانعة خارج المرحلة الأولى ودخل المرحلة التانية للحصول على أكبر كسب للقدرة. يعني إيه الكلام دوت؟ محول الربط دوت بيعمل إيه؟ توافق بين الممانعات، بين ممانعة خارج المرحلة الأولى يعني الترانزستور الأولاني. الملف الابتدائي بيتوصل مع مجمع الترانزستور، وإحنا عارفين طبعًا الملف الابتدائي ده هتبقى مقاومته إيه؟ كبيرة. ليه؟ علشان يوفر جهد الانحياز العكسي الكبير لمجمع الترانزستور تي ار 1. الملف الثانوي هيتوصل لقاعدة الترانزستور الثاني، وده بتكون مقاومته أقل. ليه؟ علشان يوصل جهد الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزستور تي ار 2. يبقى المحول هنا عمل توافق بين مين؟ بين الممانعات، بين ممانعة خارج الترانزستور تي ار 1 وبين ممانعة دخل الترانزستور تي ار 2. وبالتالي طالما عملت توافق بين الممانعات بحصل على أعلى نسبة تكبير. طيب تاني حاجة من المميزات قلة الفقد في جهد البطارية نتيجة إيه؟ صغر ممانعة الملف الابتدائي. وآخر ميزة زيادة نسبة التكبير اللي احنا كنا لسه قايلينها من شوية عن طريق نسبة التحويل لمين؟ للمحول. احنا قلنا المحول المستخدم ده هو محول خفض، هو صحيح هيخفض الجهد ولكن بيرفع التيار وبالتالي بيزود نسبة التكبير. يبقى في عندي كده ثلاث ايه؟ مميزات. يبقى الميزة الأولى زي ما قلنا محول الربط هيعمل توافق بين ممانعة خارج المرحلة الأولى وممانعة دخل المرحلة الثانية، وبالتالي الحصول على أعلى ايه؟ كسب. طيب تاني ميزة كلة الفقد في جهد البطارية نتيجة طبعا صغر ممانعة الملف الابتدائي. الميزة الثالثة زيادة نسبة التكبير عن طريق مين؟ عن طريق نسبة تحويل المحول، لأنه هو زي ما قلنا محول إيه؟ خفض، هيخفض الجهد ولكن هيزود التيار اللازم لتشغيل الترانزستور. طيب الدايرة دي زي ما احنا شفنا فيها مميزات كتير ولكن فيها عيوب. إيه عيوبها بقى؟ عندي طبعا العيب الأول كبر حجم المحول وزيادة التكاليف. المحولات طبعا احنا عارفين انها بتبقى عبارة عن ايه؟ ملف ابتدائي وملف ايه؟ ثانوي، وبيكون حجم المحول كبير شوية والتكلفة بتاعته بتبقى اغلى، لانه طبعا اغلى من المقاومة واغلى من المكثف. طيب تاني حاجة عدم الحصول على استجابة ترددية افضل ونسبة الشوشرة عالية. لو تاخدوا بالكم العيوب ديت عكس مين؟ عكس دايرة الربط باستخدام مقاومة ومكثف. في طريقة تالتة اسمها الربط المباشر. طيب زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة الربط المباشر، مكونات الدايرة هنا بسيطة خالص قليلة، ولا استخدمنا هنا مكثف للربط ولا استخدمنا محول، استخدمنا ايه؟ ربط مباشر. يعني معناه بوصل خارج المرحلة الأولى
اللي هو مجمع الترانزستور اهو تي ار 1، بوصله مباشرة ها الى قاعدة الترانزستور تي ار 2. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هوفر في المكونات بتاعة الدايرة. علشان كده الدايرة دي حجمها بيبقى صغير جدا، وبتستخدم بقى طريقة الربط المباشر ديت في دوائر المكبرات اللي بتكون موجودة في الدوائر المتكاملة في الاي سي. طيب لو احنا بصينا كده على المكونات بتاعة الدايرة، هنلاقي عندي المقاومة دي متوصلة مع مين؟ قاعدة الترانزستور. يبقى دي فايدتها انها توفر جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزستور تي ار 1. المقاومة ار 2 بتوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور تي ار 1، وبتوفر كمان جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزستور تي ار 2. المقاومة ار 3 بتوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور تي ار 2، وبيؤخذ من على طرفيها اشارة الايه؟ الخارج المكبرة. طبعا زي ما احنا شايفين الدايرة مكوناتها زي ما قلنا قليلة، ومشع الترانزستور تحت لا متوصل معاه مقاومة ولا متوصل معاه ايه؟ مكثف. وده هيسبب لنا عيب في الدايرة، لان احنا قلنا المقاومة اللي بتبقى متوصلة تحت مع المشع، المقاومة ديت بتوفر ايه؟ الاستقرار الحراري للترانزستور. هنا بقى علشان الدايرة ديت ما فيهاش مقاومة اللي متوصلة مع المشع تحت ولا المكثف اللي كان متوصل على التوازي معاها، فبالتالي بيبقى عيب في الدايرة ان الاستقرار الحراري هنا بيكون ايه؟ قليل. يعني ممكن كده ان الترانزستور هنا يسخن، ولو سخن طبعا هيمر فيه تيار اكبر وممكن يتعرض للتلف. يبقى الربط المباشر هنا بيستخدم بقى الطريقة ديت لتقليل التكلفة، وبتستخدم لتكبير إشارات التيار المستمر والتردد المنخفض. ولكن بقى عدد المراحل التي يمكن ربطها مباشرة محدودة، يعني عدد مراحل التكبير هنا بتبقى إيه؟ قليلة، وبالتالي نسبة التكبير برضو هتكون أقل. ترانزستورين تي ار 1 وتي ار 2 من النوع ان بي ان، والترانزستورين دول موصلين بطريقة المشع المشترك. المقاومة ار 1 اللي كانت متوصلة مع قاعدة الترانزستور بتوفر جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزستور تي ار 1. المقاومة ار 2 اللي كانت متوصلة مع مجمع الترانزستور تي ار 1 هي مقاومة حمل الترانزستور تي ار 1، وتعمل على توفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزستور تي ار 2. طيب طريقة عمل الدايرة، بتوصل إشارة الدخل المراد تكبيرها إلى قاعدة الترانزستور تي ار 1، فيتغير جهد الانحياز الأمامي للقاعدة بالزيادة أو النقصان. يعني إشارة الدخل طبعا إحنا عارفين بتتغير نص موجب ونص إيه؟ سالب. الإشارة ديت لما توصل للقاعدة الجهد الانحياز الأمامي هيزيد أو يقل، وبالتالي يتغير تيار المجمع وفقا للتغير في جهد الانحياز الامامي، وبذلك بنحصل على خارج مكبر من على طرفي المقاومه ار 2. بيتم تمرير الاشاره المكبره من المرحله الاولى الى داخل المرحله الثانيه مباشره لمضاعفه عمليه التكبير. ايه هي مميزات الربط المباشر؟ اول حاجه كله المكونات، وزي ما شفنا المكونات بتاعت الدايرة قليلة، وده بيؤدي إلى تقليل التكلفة. طيب تاني حاجة، بتستخدم بكثرة في الدوائر المتكاملة اللي هي الاي سي. وتالت حاجة، سهولة التوصيل. لكن طبعا عيوب الربط المباشر، أول حاجة إنها بتحتاج إلى استقرار شديد في منبع جهد الانحياز، لأن زي ما قلنا مفيش مقاومة للاستقرار الحراري، وبالتالي الترانزستور هنا ممكن ايه؟ يتأثر بالتغير في جهد المنبع أو بارتفاع درجة الحرارة. يبقى تحتاج إلى استقرار شديد في منبع جهد الانحياز. تاني حاجة، عدم الاستقرار الحراري بنسبة كبيرة، لأن زي ما قلنا استغنينا عن مقاومة الاستقرار الحراري اللي كانت بتتوصل مع مشع الترانزستور. فده هيبقى عيب، هيسبب لي عيب في الدايرة اللي هو عدم الاستقرار الحراري. تالت عيب، عدد المراحل المستخدمة محدود، يعني عدد مراحل التكبير هنا
قليل، وبالتالي نسبة التكبير هتكون أقل بالمقارنة بطرق الربط الأخرى. يبقى كده إحنا عرفنا طرق ربط المكبرات كم طريقة؟ 3 طرق: طريقة الربط باستخدام مقاومة ومكثف، والطريقة التانية باستخدام المحول، والطريقة التالتة الربط المباشر. وزي ما شفنا كل طريقة منهم وليها مميزاتها وليها عيوبها، وبالتالي هيكون ليها استخدامها في المكان المناسب ليها. يعني محدش يقول لي طب انهي افضل، طب استخدم دي ولا استخدم دي؟ لا، زي ما احنا شفنا طريقة مثلا الربط باستخدام المقاومة والمكثف حجم الدايرة صغير، يبقى ممكن استخدمها طبعا في الدوائر الايه البسيطة اللي حجمها ايه صغير، وكمان بتديني استجابة ترددية افضل، يبقى انا ممكن استخدم الدايرة دي في المكبرات كمان الصوتية ذات الاداء العالي اللي بتكون نسبة الشوشرة فيها قليلة. طب الدايرة التانية بقى اللي هي طريقة الربط باستخدام محول، لا انا هستخدمها بقى في دوائر اخرى لما اكون عايز نسبة التكبير تكون اعلى، لان زي ما احنا شفنا ان نسبة التكبير هتبقى اعلى، وخاصة باستخدام الايه المحول، لانه هيزود نسبة التكبير عن طريق نسبة التحويل بتاعة المحول. طب الطريقة التالتة اللي هي الربط المباشر، هستخدمها بس برضو في الطرق اللي ايه او في الدوائر المناسبة ليها زي الدوائر المتكاملة، الدائرة المتكاملة اللي هي الاي سي، ومعظم الدوائر المتكاملة بتحتوي على مكبرات في داخلها او هي بتكون دائرة مكبر. فهنا بقى الترانزستورات اللي داخل الاي سي هي طبعا ما ينفعش ان نوصل فيها محول ولا ان احنا نحط مقاومات مكثفات في قلب الاي سي، يعني ليه؟ لان احنا بنبقى عايزين نقلل العناصر اللي موجوده في الدائره المتكامله ونقلل حجمها. فبالتالي هنا طريقه الربط المباشر هي اللي هتكون مناسبه للاستخدام في مين؟ في الدوائر المتكامله. يبقى كل طريقه منهم وهيكون ليها الاستخدام المناسب ليها. في نوع تاني من المكبرات بقى اسمها مكبرات القدره، ودي بقى لسه هنتكلم عنها بالتفصيل. مكبرات القدره، طبعا مكبرات القدره دي بتكون اخر مرحله من مراحل التكبير، وهي الغرض منها ايه؟ انها بتقوم بتكبير قدره الخرج بالقيمه اللازمه او المناسبه لتشغيل مين؟ حمل معين. زي مثلا لو في المكبرات الصوتيه، يبقى مكبر القدره هنا اخر مرحله من مراحل التكبير، ويقوم بتكبير قدره الاشاره الصوتيه بالقيمة اللازمة لتشغيل مين؟ السماعة. طيب مكبرات القدرة ديت في منها أنواع. المكبرات ديت طبعا بيبقى في مكبرات قدرة مفردة النهاية، وفي مكبرات قدرة بنظام الدفع والجذب، وهنتكلم عنهم بالتفصيل برضو ونعرف مكونات الدايرة وطريقة عملها. تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة. بنقول مكبرات القدرة هي مرحلة التكبير الأخيرة، وتصمم لتغذية سماعة أو حمل معين. وترانزستورات القدرة تتحمل تيارات كبيرة نسبيا، وبتنقسم إلى نوعين: مكبرات قدرة مفردة النهاية، ومكبرات قدرة تعمل بنظام الدفع والجذب عادية أو متتم. طيب احنا قلنا ان الترانزستور اللي احنا هنستخدمه اسمه ترانزستور القدرة. الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي نوع من ترانزستورات القدرة، وزي ما احنا شايفين حجم الترانزستور بيبقى طبعا كبير شوية لان قدرة الخرج بتاعته بتبقى عالية، وبيمر فيه تيار كبير، بترتفع درجة حرارته، بيسخن، علشان كده الغلاف بتاعه الجسم بتاعه معدن، وده بيستخدم كايه مبرد. وممكن كمان بيتوصل الترانزستور دوت بالشاسيه بتاع الجهاز، او بيتربط كده على الجسم بتاع الترانزستور ده، هو مبرد بيكون من الالومنيوم علشان يزود مساحة السطح المعرضة للهواء، وبالتالي بيعمل تبريد للترانزستور عشان ما يتعرضش للتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لان زي ما قلنا ترانزستور القدرة ده هيمر فيه تيار كبير، وبالتالي بترتفع درجة حرارته فممكن يتعرض للتلف. علشان كده لازم بيستخدم معاه ايه نوع من المبردات علشان يخفض او يبدد درجة الحرارة المتولدة منه. عندي اول نوع من المكبرات القدرة هي مكبرات القدرة مفردة
النهاية. المكبر ده بيكون عبارة عن ايه؟ مرحلة واحدة، يعني في ترانزستور واحد، والترانزستور دوت طبعا بيكون بيعمل بدرجة كلاس ايه علشان يقوم بتكبير الإشارة كاملة أو الموجة كاملة اللي هي 360 درجة. وزي ما احنا شايفين برضو المقاومتين R1 وR2 دول عبارة عن مجزء جهد بيكون طبعا متوصل مع قاعدة الترانزستور علشان يوفر لي جهد الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزستور. عندي مقاومة R3 متوصلة مع المشع، ودي علشان توفر الاستقرار الحراري للترانزستور، والمكثف C2 اللي جنبها علشان يقوم بتسريب الإشارات المتغيرة الغير مرغوب فيها للأرض وتثبيت جهد الانحياز الأمامي. طيب عندي بقى المحول اللي هو متوصل هنا في الخارج، الملف الابتدائي بتاعه متوصل مع مجمع الترانزستور، وده بيوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزستور. والملف الثانوي طبعا متوصل بمين؟ بالحمل اللي هو عبارة عن ايه؟ سماعة. طبعا إشارة الدخل بتكون إشارة ضعيفة زي الإشارة الصوتية، بتتوصل طبعا عن طريق المكثف C1، فتؤثر على جهد الانحياز الأمامي بالزيادة والنقصان، فيتغير تيار المجمع برضو بالزيادة والإيه والنقصان، فبنحصل بقى في الخارج على إيه؟ إشارة مكبرة ولكن باختلاف في زاوية الوجه 180 إيه درجة. بتتوصل طبعا للملف الايه الثانوي بالحث المتبادل، وبعد كده يوصلها للحمل اللي هي السماعه علشان طبعا تحول الاشاره الصوتيه دي الى صوت مسموع. المحول هنا زي ما قلنا بيقوم بعمل موائمه، يعني توافق بين مقاومه خارج الترانزستور العاليه ومقاومه السماعه المنخفضه، ويعمل الترانزستور عند نقطه التشغيل بحيث يمكن الحصول على شكل موجي كامل لإشارة الدخل مع أقل تشويه. يبقى الترانزستور هنا بتتحدد نقطة التشغيل بتاعته بحيث يعمل بدرجة كلاس إيه علشان يقوم بتكبير الشكل الموجي الكامل لإشارة الدخل، يعني يكبر النصف الموجب والنصف الإيه السالب مع أقل نسبة تشويه. لكن كفاءة هذه الدائرة منخفضة لا تتعدى 50%، لا تتعدى 50%، أي أنها بتسحب تيار كبير من مصدر التغذية وتعطي قدرة صغيرة في الخارج. طبعا كده احنا عرفنا المكبرات القدرة اللي هي مفردة النهاية. في نوع تاني من مكبرات القدرة اسمها مكبرات الايه؟ الدفع والجذب. ومكبرات الدفع والجذب طبعا بقى دي نوع تاني بتعمل بدرجه كلاس بي، يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان الترانزستور هنا بيقوم بتكبير نصف الموجه مش الموجه كامله. يعني ايه؟ يعني يكبر 180 درجه بس من اشاره الدخل. علشان كده بنستخدم ترانزستورين مش واحد. كل ترانزستور منهم يقوم بتكبير نصف الموجه من موجه الدخل. يبقى في ترانزستور يكبر النصف الموجب والترانزستور الثاني يقوم بتكبير النصف الايه السالب. المكبرات دي بنسميها مكبرات الدفع والجذب. وفي نوع ثاني من المكبرات برضو اسمها مكبرات الدفع والجذب الايه المتتامه او التتابعيه. ويمكن المكبرات الدفع والجذب التتابعيه بنستخدمها علشان تتغلب على عيب معين في مكبرات الدفع والجذب، وهنقوله دلوقتي واحنا بنشرح. تعالوا نرجع تاني ونشوف مكبرات القدرة بنظام الدفع والجذب. زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامنا دوت، ده بيوضح لي ايه؟ دايرة مكبر قدرة يعمل بنظام الدفع والجذب. في هنا عندي ترانزستورين زي ما احنا شايفين، ترانزستورين دول واحد منهم NPN والترانزستور التاني PNP. يبقى في ترانزستور منهم يكبر النصف الموجب والترانزستور الثاني يكبر النصف الايه السالب. طيب زي ما احنا شايفين برضو بنوصل اشارة الدخل هنا عن طريق ايه محول. المحول ده
له طرف متوسط في ملفه الايه الثانوي، والطرفين بتوع الملف الثانوي طرف يتوصل لمين؟ لقاعدة الترانزستور تي ار 1، والطرف الثاني يتوصل لقاعدة الترانزستور تي ار 2. يبقى المحول هنا هيقوم بتغذية الترانزستورين، ها، بمين؟ بإشارة الدخل. طبعا إشارة الخارج بقى المكبرة بتتاخد منين؟ من الترانزستورين تي ار 1 وتي ار 2، ويتم تجميعهم عن طريق مين؟ الملف الابتدائي لمحول الخارج اللي هو تي 2، لان زي ما احنا قلنا كل ترانزستور منهم هيقوم بتكبير نصف موجة. الترانزستور الاول يكبر النصف الموجب، والترانزستور الثاني يكبر النصف الايه السالب. هيتم تجميع نصفي الموجة عن طريق مين؟ محول الخارج. يبقى دايرة مكبرات الدفع والجذب بتستخدم للتغلب على عيوب مكبرات القدرة المفردة، وذلك للحصول على كفاءة اكبر وقدرة خارج عالية بتكلفة اقل، حيث يعمل الترانزستورين تي ار 1 وتي ار 2 بالتبادل على النصف الموجب والنصف السالب لإشارة الدخل، ويعملان بدرجة كلاس بي. الترانزستور تي ار 1 يقوم بتكبير النصف الاعلى من إشارة الدخل، بينما يقوم تي ار 2 بتكبير النصف الايه الاسفل من الإشارة، وبذلك يقوم الترانزستورين بإخراج قدرة كبيرة للحمل من خلال محول الخارج تي 2. يبقى محول الخارج هيجمع نصفي الموجة عشان يوصلها لمين؟ للحمل. الدايرة دي طبعا ليها مميزات. أول حاجة الحصول على قدرة خارج كبيرة. تاني ميزة نسبة تشويه قليلة في خارج القدرة المكبرة. تالت ميزة عدم مرور تيار المجمع في حالة عدم وجود إشارة، لأنها بتعمل بدرجة كلاس بي، وبالتالي تكون القدرة المشتتة اللي هي المفقودة يعني صغيرة جدا. يبقى القدرة المفقودة هتكون إيه؟ قليلة. عيوبها حدوث تشوه نسبي في شكل موجة الخارج، ويمكن التغلب على هذا العيب بتعديل الدائرة بحيث يعمل الترانزستورين بدرجة كلاس A B. طيب بكده نكون احنا اتكلمنا بالتفصيل على مكبرات القدرة المفردة ومكبرات القدرة اللي بتعمل بنظام الدفع والجذب. وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية نكمل بقية أنواع المكبرات. ويا رب تكونوا استفدتوا معانا، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.